دكتور أنور المشرف، أستاذ القانون العام في جامعة كوباني. طبعا نحن نقف في جامعة كوباني كهيئة تدريسية مع الحملة المناصرة التي تدعو لإزالة حزب العمال الكردستاني من لوائح الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وفي كافة دول العالم. طبعا هذا الأمر ينطلق من إيماننا الراسخ ومما شاهدناه في سوريا، ما فعله هذا الحزب وما قدمه في سبيل تحرير سوريا وشمال وشرق سوريا من رجس إرهاب داعش، حيث قدم وساند بكل ما يستطيع، ساند مقاومة كوباني ومقاومة شمال وشعوب شمال وشرق سوريا من مختلف المكونات، كردا وعربا وسريانا وآشوريين، ساندهم في تخليص سوريا من رجس تنظيم داعش. فهذا الحزب يعني بما يقوم به من أفعال في محاربة الإرهاب الأولى أن يتم إزالته من لوائح الإرهاب، لأن ما قدمه هو خدمة للعالم أجمع وليس لسوريا، لأن خطر داعش كان يهدد جميع الدول ولا زال يهددها. أما وضعه في لائحة الإرهاب سابقا كان بواسطة قرار سياسي كان للدولة التركية والنظام الإخوان المسلمين الذي يحكم تركيا دور في هذا الأمر. الآن اتضحت الأمور وأصبح معروفا لدى الجميع من يقوم بدعم الإرهاب، ما شاهدناه في أحداث الحسكة الأخيرة بسجن غويران الذي يضم أخطر وأعتى مجرمي داعش الإرهابي، كيف أن يعني المقاتلين الذين جاءوا للقيام بهذه الهجوم على السجن هم جاءوا من مناطق نفوذ دولة الاحتلال التركي في رأس العين سيركاني وفي تل أبيض كريسبي. نحن نقف مع هذه الحملة ونساندها ونتمنى أن يتم بأسرع وقت يعني تحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو إزالة حزب العمال من لائحة الإرهاب.